هناك أناس لم تبلغهم الدعوة ولم يبلغهم التوحيد. هناك أناس لم تبلغهم الدعوة ولم يبلغهم يعني ما سمعوا القرآن لينذركم به، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن وهو عربي يفهم لغة القرآن فقد قامت عليه الحجة، وأما الذي لا يفهم لغة العرب فهذا يترجم له التفسير، تفسير الآية، ما تقوم عليه الحجة حتى تترجم له، يترجم له تفسير الآية. وهذا حاصل ولله الحمد. الآن انتشرت الدعوة بواسطة وسائل الإعلام، ما بقي في الأرض مكان ما تصل إليه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. هذه حكمة من الله، لا يقول أحد أنا ما بلغني شيء. ما أظن في الأرض الآن مكان ما يسمع القرآن، ما في الأرض مكان ما يسمع الأحاديث، ما في الأرض مكان ما يسمع كلام أهل العلم والتفسير. نعم.